عودة إلى الكويت والهجوم الذي تعرض له مسجد بالكويت، انضم إلينا مراسل الإخبارية خالد الشمري. خالد أهلا بك. خالد، لو تطلعنا على ما لديك من معلومات عن ضحايا الهجوم وعدد المصابين، وأين يقع هذا المسجد بالضبط، وهل من معلومات جديدة لديك؟ بداية أنا أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين. الهجوم الذي وقع اليوم أثناء صلاة الجمعة هو يقع في قلب العاصمة الكويت، في منطقة تسمى بالصوابر. نعم. طبعا عدد القتلى والجرحى وصل إلى 13 شهيد و25 مصاب. هذه أخبار أو إحصائية شبه مؤكدة من قبل المعنيين في وزارة الصحة. طبعا وصول سمو الأمير إلى قلب الحدث بسرعة فائقة وجه رسالة جدا يعني لها مدلولات في التلاحم بين أفراد المجتمع الكويتي، ووصول أيضا وزير الداخلية، وزير الصحة، وزير الإعلام، استنفار القيادة السياسية حول هذا الحدث، دلالة واضحة على تماسك أبناء الشعب الكويتي حول ما حصل اليوم في المسجد من خلال التفجير الذي تبنته الدولة الإسلامية أو ما يقال عنها أي داعش أو نوعا ما. حول ذلك رويتر هي من أعلنت هذا التبني على لسان أحدهم بما يسمى سليمان أو ما شابه ذلك. نعم. هو من قام بهذا التفجير. طبعا الكويت الآن طبعا مجلس الوزراء سيعقد اجتماع في الساعة 4:30 اليوم. نعم. للبحث تداعيات هذا الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجد الصادق بمنطقة الصوابر في الكويت. أيضا مكتب مجلس الأمة البرلمان الكويتي أيضا سيعقد اجتماعا طارئا خلال الساعات المقبلة لبحث ما تم اليوم من خلال التفجير الذي حصل. لكن ماذا عن أيضا دعوة رئيس مجلس الأمة إلى اجتماع طارئ لمكتب المجلس كذلك؟ ماذا سيناقش؟ نعم. حول هذه القضية؟ نعم نعم نعم، بالفعل بالفعل هناك اجتماعان طارئان. اجتماع سيكون في مجلس الوزراء في الساعة 4:30 حدد له وقت، ومكتب المجلس أيضا شرع في يعني الاجتماع بشكل مسطر إلى أن يكتمل نصاب جميع من هم منضمين إلى مكتب المجلس لكي يكون التباحث حول هذا الحدث بشكل جلي. إذن خالد، المعلومات التي لديك الأكيدة 13 شهيد و25 مصابا خلال هذا الهجوم، صحيح؟ نعم. إذن سنكون على تواصل معك في النشرات القادمة. مراسل الإخبارية خالد الشمري، شكرا جزيلا لك.